طيب برضو هخليني معاك في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. نعم. يا كريم 3 4 3 4 4 2 4 5 1 4 3 2 1 حاجات كتيره جدا بتتقال في هذا الامر. نعم. ولكن هل ممكن لاعبين معينين يخلوك تلعب بطريقه 3 4 3 مثلا وبعدين تغيرها وانت في الملعب لطريقه اخرى؟ يعني هو الاكيد ان 3 4 3 مبنيه على 3 لعيبه، اكرم توفيق في اليمين وأليو ديانج في نص الملعب وبيرسي تاو في الهجوم، والثلاثه دول هم في الملعب اكيد الفكر عند كارتيرون وعندنا الزمالك ازاي تخلق عند الوينج اللي عندك اجري على طول مع اكرم توفيق، لان اكرم توفيق هيبقى واخد اللاين ده رايح جاي ورايح جاي، وعلى الناحيه الثانيه علي معلول كورك ريت عالي برده في الحته دي، الاثنين فول باكس النادي الاهلي بيجروا كتير، فبالتالي الوينجر يعني الزمالك لازم يجري كتير، وجود أليو ديانج في نص الملعب هيتطلب من طارق حامد انه يجري معاه كتير. بيرسي تاو برضو يا استاذ احمد ثابت في الماتشين اللي فاتوا طبعا. قدم لنا وجبه بصراحه كبيره جدا، ليه؟ الراجل على الشمال تلاقيه بينزل يخطف الخطفه اللي خدها الباهر المحمدي، بصراحه دي حاجه يعني كواليتي عالي جدا، باهر المحمدي مدافع مش قليل خالص ومدافع دولي، خده وسحبه لنص الملعب وبعد كده لف بيه وراح منفرد ورقصه كمان، فبنتكلم على لاعب اكيد نادي الزمالك يعمل له حساب كبير جدا جدا، ولازم مدافعين هنا مدافعين الزمالك نقطه مهمه قوي يا كابتن اسلام عايز اقولها. مدافعين نادي الزمالك مدافعين دوليين، بنتكلم سواء على الونش او محمود علاء، لعيبه كبيره ولعيبه محترمه ومستواهم كويس جدا. هنا السؤال، انت وانت كمدافع هل هتظل واقف في مكانك خوفا من هجوم النادي الاهلي يجبرك انك تنزل وتخرج معاه بره منطقه جزائك؟ ولا هتلعب اللعب العادي بتاعك وتنزل تضغط على لعيبه النادي الاهلي قدام نص الملعب؟ ده اسلوب نادي الزمالك اللي فعلا ما بيقفش ورا زون ديفنس وما بيدافعش زي فرق منتصف الدوري. دي برده اعتقد من الاسئله اللي كارتيرون ويدفع نادي الزمالك محتاجين هم يجاوبوا لنا عليها يوم الجمعه ان شاء الله.